النقطة اللي اليوم بصراحة أثارت الجدل بالنسبة لي ولكثير، استقالة الكابتن طارق كيال. طبعا من حق الكابتن طارق كيال، نجم كبير كلاعب وعلى المستوى الإداري كان يضرب بالمثل صحيح كمدير كرة لكل الشخصيات في الأندية أو كمدراء الكرة. اليوم الاستقالة وجهة نظري غير يعني غير مطلوبة في هذا الوقت في بالنسبة للأهلي، إذا أنت فعلا والكابتن طارق فعلا هو من نجوم الأهلي الكبار كلاعب أو كمسؤول، مش الآن تمشي. هذا واحد، أنت الآن الأهلي الآن أحوج إليك من الظروف الطبيعية والظروف الكويسة. اثنين، التغريدة وجهة نظر ليس لها داعي أبدا. أنت كاتب أهلينا وأنا ماشي وإمكانيات الإدارة محدودة ما تقدر تجيب كذا وكذا، هذه التغريدة أنت كأنك بتقول للجمهور يلا طيحوا في الإدارة، زيدوا اشتغلوا الإدارة. وفعلا طالع هاشتاج الآن قبل شوية أشوفه استقالة مؤمنة وطايحين في مؤمنة. إذا التغريدة هذه هل تنفع أم تضر؟ سؤال. لا حتضر، بالتأكيد حتضر النادي. لو أنت بتستقيل تستقيل بهدوء وما تجيب سيرة أحد. النقطة الرئيسية إيش هي؟ إذا أنت كمدير كرة وكل شيء يتحقق لك وكل شيء موجود، إذا عملك جدا سهل. شوف الأندية اللي بتتعب فيها الإدارة، مدراء الكرة بيتعبوا فيها وبيشتغلوا وبيروحوا وبيجوا وبيصلحوا المشاكل، صح؟ إذا أنت كابتن طارق أو أي مدير كرة كل شيء بتلباه له، إذا ما لك دور. وأنت لما كنت بتاخذ النجاح أو غيرك من المدراء الكرة في الأندية اللي متوفر فيها كل شيء، بينضحك علينا أنكم نجمتوا وكسرتوا الدنيا وأبدعتوا. لا، دورك في المشاكل، دورك لما يكون المتطلبات اقل. انا متعاطف جدا مع مؤمنه صراحه، ترى مسك تركه ثقيله مؤمنه، الان ناجح في الكفاءه الماليه، دليل على انه في عمل، صح ولا لا؟ يعني حرام نظلم الرجال. الاهلي صحيح مستوياته سيئه لكن الثاني حتى الان. ادعم جمهور الاهلي، ادعم مؤمنه واوقفوا معاه، واتركوا من اللي يعملوا عليكم بروباغندا يعملوا لكم افلام. عهد الامير خالد بن عبد الله الرمز انتهى، ما في احد حيجي يدفع لك 200 مليون في السنه، صح ولا لا؟ اذا ادعموا رئيسكم، جيبوا موارد، ساعدوا، جيبوا شخصيات تدفع الفريق. الان الدوري مفتوح، تقدر ترجع الان بسرعه وتصلح وضعك، لكن الهجوم هذا المتتالي والاشياء والضرب من تحت الحزام لن ينجح الاهلي، ولن يمكن حتكون نكسه للاهلي وهو في المركز الثاني الان. عموما كابتن طارق اتمنى العدول عن الاستقاله او التغريده هذه صراحه، يعني حرام حرام، ضغط على عبد الله مؤمنه كثيرا فيها، واتمنى انك يعني تعدلها وتلطفها باي طريقه، لانه الرجل لا يستحق.